زفت. ليه؟ ايه اللي حصل؟ في مشكلة كبيرة ولازم تيجي معايا. مشكلة ايه؟ أنا عندي مشوار مهم أوي، ساعتين وهحصلك. لو ما جيتش معايا دلوقتي البيعة كلها هتبوظ. لا 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 اسكت، تبوظ إيه؟ تقفل بقك. ثانية واحدة وجايلك. بسرعة طيب. على طول على طول. يا خبر، أنا مش عارف أقول لك إيه، بس للأسف أنا مش هقدر أجي معاك الزيارة دي. خيرا يا أخ أحمد. سيد الوالد ألمت بيه. ألمت بيه أزمة صحية جد أوي. لا انت لازم تروح تطمن عليه، وان شاء الله نطمن عليه منك بكره باذن الله. ربنا يبارك فيك. اتفضل يا اخ. الحاج محي كان راسه 1000 سيف، ما يحمل حاجه على العربيه لما ياخد فلوسه كامله. ايوه بس انت ما اديتوش فلوس. وانا هديله فلوس منين؟ ما الفلوس معاك اصلا. ايوه صح، وحملت العربيه. حملتها بس بعد ما حلفت له 100 يمين ان احنا هنسدد له فلوسه كامله النهارده. لا معلش بقى، يخبط دماغه في الحيط. يخبط دماغه في الحيط ازاي؟ طب الحلفانات اللي انا حلفتها. معلش صوم يا محمد. في ايه؟ لا اله الا الله، يعني نعمل ايه يا محمد؟ عندنا معرض نخنق نفسنا. عموما هو ما خدش بحلفاناتي دي، وامن السواق ما ينزل حاجه من على العربيه لما ياخد فلوسه كامله. الله، مين السواق اللي جا معاك؟ خضر. طيب خلاص، سيب لنا خضر اتصرف معاه. تتصرف معاه ازاي يعني؟ يا سيدي سيبنا اتصرف معاه، انت مالك يا محمد؟ انا مالي ازاي؟ هناكل فلوس على الراجل يعني؟ من امتى بناكل فلوس على حد؟ لا ما تخلينش ازعق. لا اله الا الله، من امتى بناكل فلوس على حد؟ هنديها له بس بعد المعرض. طب وانت هتعمل ايه يعني مع خضر؟ يا دي خضر. ازيك يا خضر؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا دكتور. يكون في معلومك مفيش قفص ولا صفيحة هينزلوا الا لما اخد فلوس البضاعة كلها. يا ابني هو في حد جاب سيرة قفص ولا صفيحة؟ لا اله الا الله، مالك جاي عليا سخن كده؟ انا مش سخن ولا حاجة، انا بنفذ كلام الحاج محي بالحرف، وهو قال لي اعمل كده، وهني مش هعمل الا كده حتى لو ضربتوني بالكرابيك. لا اله الا الله، يا ابني حد جاب سيرة كرابيك؟ مفيش كرابيك خالص خالص، هما ثلاث بنيات بس، واحدة في عينيك وواحدة في مناخيرك وواحدة في بقك. التلاتة دول هنديك عليهم 20 جنيه، تروح للحاج محي تقول له ضربوني وبهدلوني وخدوا البضاعة ونزلوها حطوها في عربية تانية، ماشي؟ وتقول أنا رحت القسم وعملت محضر وادي رقم المحضر أهو، ها إيه رأيك؟ رأيي في إيه يا دكتور؟ إنك تروح البلد معاك البضاعة دي كلها وما معكش ولا تعريفة ليك، ولا تسيب البضاعة ويبقى معاك 20 جنيه. طب والتلات بنيات يا دكتور؟ لا أنا ماليش دعوة. انت تضربهم بنفسك، حد يضربهم لك يا عم بنياتك وانت حر فيها. والمحضر؟ مفيش محضر اصلا ولا حاجه، انا هديك اي رقم وخلاص، وانت تروح تقول له ده انا رحت القسم ورقم المحضر اهو. ايدك على 20 جنيه يا دكتور. عايزهم عشرات ولا جنيهات؟ جنيهات. وسع يا عم للجنيهات. يا محمد، محمد على فين يا دكتور؟ الله، هنروح نوزع البضاعه عشان نجيب الجنيهات. طب اوعى والنبي يا دكتور تجيب سيره ابويا الحاج محي لحسن كان يموت. ليكن يعني بتزلنا بعد الهدة دي كلها ترزق في الاخر على فول وطعمية؟ والله العظيم حرام عليك. امال الكلام اتعمل لمين لما كناهوش احنا في يوم زي ده يا راجل؟ يا متهور يا متهور، كباب ايه اللي هناكله ده؟ مضر قوي 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 بصحة الجيب يا ابو حميد. وبعدين افهم، احنا عايزين كل قرش كل تعريفة نلمه عشان المعرض. يا دي المعرض، معرض دي اللي انت دوشني بيه ده؟ لا بعدين اقول لك يا عمال. طب يا سيدي بلاش المعرض، هنعمل ايه مع الحاج محي؟ اللي في دماغه يعمله. ايه هيعمل ايه محمد؟ يعني اللي في دماغه يعمله، مش عايزين بضاعه بس. ما يقدرش يا معلم، احنا اكتر ناس بتاخد منه بضاعه ده نمره واحد، نمره اتنين هينزل هو بقى بنفسه على كل الناس اليوم حته حته حته. ما ينفعش، ما اداناش بضاعه في 60 داهيه، 100 واحد غيره يتمنى. طب ساعة عليك النبي يا سيدي، ايه موضوع المعرض اللي انت ناوي توقف حدنا بسببه ده؟ علي افضل الصلاه والسلام. يا سيدي اتفقت انا والاخوه في الجامعه ان شاء الله هنعمل معرض ملابس محجبات. طب وهجيب لهم ملابس منين دول؟ لا بقى عليا الطلاق، انا قايل لك يا حماده بقى اخس عليك بقى. الله جدع، انت لسه اتجوزت عشان تحلف بالطلاق؟ مش نفسي اتجوز يا موز. ليه؟ عشان تعرف تحلف بالطلاق؟ بس عشان تعبت من الاكل اللي انا باكله ونفسي اتجوز بقى. ما انت طب خلص جامعتك الاول. مش هخلصها يا محمد، لا اله الا الله، نخلصها ليه؟ ما احنا عمالين نعمل وراها شغل حلو قوي قوي قوي. بس هو في الحقيقه يعني انا عايز اتفضل. قلب انا شايف يا سيدي. حاج توفيق. محسوبك المعلم توفيق. اؤمر. الامر لله. مش انت ابو الدكتور احمد ومحمد؟ ايوه انا ابوهم. ايه خير؟ حصل لهم حاجه؟ لا ما حصل لهمش حاجه، بس هيحصل لهم باذن الله لو ما جبتليش حق. الله الله الله. طب الهداوه مش كده امال؟
حقك ده ايه يا سيد المعلمين؟ قول لي ايه العبارة بس من الاول بالراحة كده. العبارة بالمختصر المفيد ان ولادك نصبوا عليا في مبلغ كبير، وزي ما انت شايف كده العربية ديت محملة رجالة بشوم بسنك. فلوسي ترجع الرجالة تمشي، فلوسي ما ترجعش الرجالة هتكسر محلتك وعيالك وتكسر عظمك انت كمان. ايه يقولك بقى؟ لا 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 لا، ليه كده يا سيد المعلمين؟ ليه الدخلة واللمش دي؟ لو ليك حق واجب تاخده، ما نتفاهم بالراحة كده، ملوش لزوم الرجالة والشوم والتكسير والسكاكين. انت فلوسك كام بالظبط؟ 3000 جنيه. بتقول كده؟ تنصب على الناس يا احمد؟ لا عاش ولا كان اللي يقول كده يا حاج. لا عاش وكان يا دكتور، وجالك عشان ياخد حقه كمان. امال فين سميحه؟ ما تخافش، ما عرفتش حاجه. فلوس الراجل فين يا احمد؟ موجوده يا حاج. ولما هي موجوده ما رجعتهاش ليه؟ كلت علي حقي ليه يا دكتور؟ احنا ما بناكلش حق حد. انا قلت لهم يا احمد على اللي حصل بالظبط. قال لي انكم ضحكتوا عليا حتى خضر. لا لا لا، خضر ما ضحكش عليك ولا عمل حاجه، احنا اللي محقوقين. بس انت برضه يعني كنت محبكها مع محمد قوي. فيها ايه لما تستنى على فلوسك؟ ما احنا بنستنى على البقالين لما نديهم بضاعتهم. على فيها ايه لما تستنى انت كمان؟ يا سلام يا اخي، فلوسه هو حر فيها، يستنى ما يستناش شيء ما يخصكش. كلامك مظبوط يا حاج. اللي يخصنا دلوقتي يا احمد، الراجل ده ياخد فلوسه ويمشي من هنا مرضي. الراجل ده عمل لنا خاطر وكبرنا، ومشى الرجاله اللي كان جايبهم عشان يكسروك ويكسروني ويكسروني المحل. لازم نشتري بخاطره ونرجع له فلوسه. تقب تغطس يا سيد الدكتور، فلوسه ترجع قبل ما النهار يطلع. فاهم ولا لا؟ فاهم، بس ممكن يعني بعد النهار ما يطلع. خلاص، يبقى يبات معانا للصبح. يبات فين بس يا حاج؟ في اي حته يا محمد. لا لا، يبات فين؟ لا مفيش داعي للبيات، انا هجيب له فلوسه النهارده دلوقتي. استغفر الله العظيم يا رب. طب لما هي الفلوس موجوده ما اديتهاش للراجل ليه؟ معلش انا هفهمك بعدين يا حاج. في الفتح. وانت عايز فتح فيها؟ ما رضيناش نقول لفتح عشان مراته ما تعرفش تعمل لنا فضيحه. خير ما فعلت. ماشي يا حاج محي، انا هديك فلوسك دلوقتي، بس مش هديها لك بالمصري، ده لك ريالات. ريالات؟ هو الدكتور بيتاجر في العملة ولا ايه؟ ايه ده؟ هي العملة كمان بيتاجروا فيها؟ امال يا حاج، وهتجيب الريالات دي منين يا سيد الدكتور؟ بعدين يا حاج، هقول لك بعدين عن اذنكم. ولا ما كانتش؟ فين الريالات اللي كانت في الدولاب؟ انت بتكلمني كده ليه يا احمد؟ يا ستي فين الفلوس؟ اخص عليك، دي طريقه اتكلم بيها مراتك. الفلوس هنا. هنا فين؟ انا شايلها تحت المرتبه عشان ما تتنطرش هنا ولا هنا. معلش سامحيني، اتخضيت اما ما لقيتهاش في الدولاب. انت ايه الحكايه؟ انا دخلت وولعت النور وقفلت الباب وفتحت الدولاب وانت ما صحيتيش. فيه مش عارفه مالي يا احمد، بقيت انام كتير قوي اليومين دول. طب قومي يا سامح، خليني اجيب الفلوس من تحت المرتبه دلوقتي. ايوه دلوقتي يا ستي، يلا بقى. حاضر. بس ال 5000 ريال دول ما يعملوش 3000 جنيه يا دكتور. معلش شوف الفرق قد ايه وابعتهم لك الاسبوع اللي جاي يا حاج. طبعا مش هنحسبه بحساب البنك. بلاش منقره بقى، الله يكرمك. منقره ايه يا دكتور؟ ده انا بخدمك. انت لو حسبتهم بالسعر اللي بره البنك هيفرقوا كتير قوي قوي. تفرق فيه؟ تفرق كتير يا دكتور. سعر البنك اقل من السعر اللي بره يجي 5 سعر،
وساعات سبع ساغ. اضرب بقى سبع ساغ في 5000 جنيه، شوف تفرق معاك قد ايه. انت بتتكلم بجد؟ هي الحاجات دي فيها هزار يا دكتور. تمام. يلا بسم الله. لو عايزين اي حاجه اندهوا عليا، انا جوه. تسلم ايدك يا ام هاشم. يلا حبيبي يلا. يجعلوا عامر يا ابو حميد. قولش كده يا حاج فتحي. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. اللي قال لي يا ابو حميد، عملت لي ايه في موضوع الشقه؟ الحمد لله الحمد لله، كله تمام كله تمام. كل اوعى تكون كسلت يا احمد وما جبتش الشقه. يعني والله ما نقدرش نقول كسلت، لا ما ينفعش نقول كسلت، بس هو الحقيقه يعني الدنيا كانت مولعه نار نار نار. لا حول ولا قوه الا بالله. وما اشتريتش الشقه ليه قبل ما الدنيا تولع نار نار نار؟ ايه ده بس يا حاج فتحي. الله يا جدع، انت حط لقمة بقك، مش معقول كده اللي حصل. يعني ان الدنيا ولعت نار مش بس ساعه المظاهرات، من قبل المظاهرات. وبعدين بص، انا مش هخبي عليك، لازم اقول لك الصراحه. ايوه الصراحه يا احمد. الفلوس اتصرفت. يا نهار ابوك ازرق. انت ليه دوت صوتك؟ في ناس نايمه. ما يصحوا. فلوس مين اللي اتصرفوا؟ شقه عمر. فلوس الشقه هتتصرف وتقول لي وقت صوتك يا جدع. انت فاهم بقى، الفلوس ما ضاعتش، الفلوس زادت. شقه عمر زادت ازاي؟ بقوا كام يعني؟ بقوا كتير يا حاج فتحي، بقوا كتير. انا دخلتك انا ومحمد معانا في الشركه، بقينا نشتغل في الكتب والالبان والجبن. والشقه اللي انت عايزها دي هتبقى عماره وعمارتين وثلاثه على ارض كبيره، مش هنعرف نجيب اخرها. بقولك يا احمد، كلامك ده انا مش داخل دماغي، ولو انت دكتور في الكلام انا دماغي دي اله حاسبه. يعني عايز اعرف بالمليم بالسحتوت، عجبني الكلام ماشي، ما عجبنيش يا ابن والدي تشق الارض تطلع لي بالخمس تلاف ريال. الخمس تلاف ريال السعودي بتوعي. يا جدع انت عيب عليك، ما تزعقش كده، ما يصحش كده. كل بقى ومد ايدك وانا هفهمك على كل حاجة. يا ابني انا حارف بالطلاق، ما انا واغل غير لما اعرف. طيب بص يا سيدي، احنا بنشتغل في 120-150 الف جنيه تقريبا. بسم الله ما شاء الله. وجبت الفلوس منين يا اخويا حبيبي؟ اخويا حبيبي؟ يا سلام يا اخي، زي ما قلت لك احنا بنشتغل تقريبا في 120-150 الف جنيه. كتاب سيزون لوحده هيطلع لنا تقريبا 60 الف جنيه. الجبن والالبان بتطلع لنا في الاسبوع تقريبا 3000 جنيه. الهدوم بتعمل مكسب الضعف وهي بتدور نفسها. اللهم صل على النبي. وانا بقى نصيبي كام في الحسبه دي؟ نصيبك زي ما انت قلت، بعظمه لسانك يا فتح، النص، مع انك ما تستاهلوش. بس بقى في الحقيقه عشان انت اخونا الكبير دي حاجه، الحاجه الثانيه عشان انا صرفت الفلوس من غير ما اقول لك. وانا ما يرضنيش اخد اكتر من حقي. الفلوس دي تقسم علينا احنا الثلاثه، انا وانت ومحمد، ايه رايك؟ كانت فين المرجله دي من لحظه يا ابو الرجاله؟ معلش بقى ابو حميد، بس اهم حاجه تجيب لي شقه بدريه. حاضر يا فتحي حاضر، بس نعرف ايه اللي علينا، ايه اللي يدينا، ايه اللي معانا، ايه اللي مش معانا. خير خير ان شاء الله. ايوه كده الواحد نفسه اتفتحت. بسم الله بقى عشان تفتح نفسي. يلا انا ومحمد النهارده هنسافر وهنشوف ايه الحكايه ونحلها. لا سيب لي محمد النهارده، انا عايزه. ليه يا حاج خير؟ في ايه؟ خير ان شاء الله. في ناس بعتين معايا فلوس من السعوديه، عايزين نروح لهم ونديها لهم النهارده. فلوس ايه دي يا حاج؟ جرى لك ايه يا احمد؟ فلوس يعني فلوس؟ في حاجه اسمها فلوس ايه يا حاج؟ ايه يا عم، ما انا متزربن كده. اهدى شويه، انا عايز اسال يعني مصري ولا ريال؟ هتقول لي يا محمد ال 5000 جنيه بتوع اللي خدهم الحاج محيى عملوا فرق 250 جنيه، ده عشان محيى حرام، انما هم كان ممكن يعملوا اكتر من كده. كانوا ممكن يفرقوا معانا 100 جنيه لو كنا استنينا للصبح بس، لان انا لما سالت طلع الفرق 7 ساغ مش 5 ساغ زي ما الحرامي ده حسب احمد. 7 ساغ؟ طب ما استنيتوش ليه؟ عمل قلق وغاغه، انا كان نفسي اخلص منه باي طريقه. ابن الحرام ده على كده الفلوس دي لو انا فكيتها من معرفتي كانت فرقت معايا كتير قوي يا حاج احمد. معايا؟ ايه معايا دي؟ لا مفيش حاجه اسمها معايا، مفيش حاجه اسمها انا وانت وهو، في حاجه اسمها احنا. قرارك يا لا، مالك بتبجح فيها كده ليه؟ وبعدين المصلحه واحد، انا بس المشكله ان الفلوس دي انا جايبها ريالات، يعني لازم اوصلها للناس ريالات. يا حاج فتحي قول لهم في السعوديه انك ريحتهم، حاولتهم مصري بدل الشحطاطه اللي اهاليهم هيبقوا فيها في وسط التكسير والمظاهرات. لا ده في حاجه كمان، ده انت ممكن تقول لهم ان انا غيرت لكم وتعبت وجبت لكم قرشين زياده خدمتكم يعني. لا 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 ملهاش لزوم قوي موضوع الزياده ده، انت عايز تفتح عينهم علينا ليه؟ ده كفايه قوي الكلام اللي قاله محمد. احنا رحمناهم من الزحمه والمظاهرات والبهدله، كفايه قوي. 7 ساغ في الريال؟ انت متاكد يا محمد ان المحل ده بيغير عمله؟ متاكد يا حاج، وحتى لو ما بيغيرش احنا هنخسر حاجه. على رايك هنخسر ايه؟ تعال. بسم الله
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله، كم العروسة دي؟ 6 جنيه واللفة هدية من عندي كمان. الله يبارك فيك. على البركة. ها، يا بسم الله. بسم الله. ايه ده؟ معكش 2 جنيه يا محمد؟ اه معايا. مش عايز تغير الريالات دي؟ لا والله، ده انا محتاج فيهم 500 ريال كمان. عقبال املتك راح انا ومراتي نعمل عمره. مبروك مؤدبا. طب عايزهم دلوقتي؟ هما ايه دول؟ ال 500 ريال يا ريت. بريزه زياده عن سعر البنك. بريزه مره واحده؟ ده على كده بقى خد الريالات اللي معايا وبلاش اعمل عمره السنه دي. ده احنا كده يا حاج ال 1000 ريال دول يعملوا 100 جنيه زياده عن سعر البنك. انتوا كده تبقوا فاهمين غلط. انا لو هشتري منكم هتبقى زياده 5 ساغ بس، لكن لو هبيع لكم هتبقى 10 ساغ. قلت لي يعني انت لما تيجي تبيع بزياده 10 ساخ، لما تيجي تشتري بزياده 5 ساخ يا بلاش. ها قلتوا ايه؟ قلنا لا اله الا الله، لا هنبيع ولا هنشتري. يلا بينا يا محمد. طب العروسه تتربى في عزك. يلا يا محمد. ايه يا حاج مالك حلقت على الراجل ومشيت على طول كده ليه؟ بالعكس، ده انا خدت اللي انا عايزه وزياده كمان. اخدت ايه بقى؟ انت اللي بعت ولا اشتريت يا حاج؟ ازاي بقى؟ ده انا عرفت سعر العمله ماشي في السوق ازاي، ولو دورنا كمان شويه هنلاقي سعر احسن. اه بس انا معرفش غير الراجل ده. هو انت يعني كنت يا محمد تعرفه قبل كده؟ لا خلاص، هندور على غيره وان شاء الله هنلاقي احسن واحسن كمان ان شاء الله. يا استاذ يا استاذ، بص بعت الصبي بتاعه هيجيب لنا سعر زياده. ايوه حبيبي، لو عايزين تعرفوا مين عنده اعلى سعر اقول لكم. يا ريت قول عشان اقول اخد جنيه. هو نص جنيه مفيش غيره. ماشي. طب قول. هات نص جنيه الاول يا ابني. الاول هات بس نص جنيه. قول بس قول. عند حسان بتاع السندوتشات اللي في ميدان الجيزه. هات بقى الفلوس. طب اسمع بس، انت اسمك ايه؟ محسوبك حامد. هسالك على سؤال تاني يا حامد، لو جاوبت هديك جنيه مصح. تحت امرك يا حاج. ولو طلعت بتعمل عليا مصلحه يا حامد هاجي اخد الجنيه ده من عينيك. عيب يا حاج، خد كلامي ثقه. ماشي يا حامد. دلوقتي بقى انا لو حبيت اغير 1000 ريال زي ما يكون غير 2000، زي ما يكون غير 5000 ريال. بص بقى يا حاج، انت لو معاك فلوس كتير ممكن تتفاهم معاهم. وانت وشطارتك بقى يا حاج. طب خد يا حامد. ايه ده؟ ما في نص جنيه تاني؟ اه صحيح، هات كمان نص جنيه يا محمد. ماشي خد، هات النص جنيه ده جنيه. حسابي يجمع. الا بالحق، الوقت احنا لما نروح لحسان هنسال على مين هناك؟ اسالوا عليه هو بس، مفيش حد بيبيع ويشتري عمله غيره. حلال عليك يا ابني. كده تمام، سلام. سلام. يلا بينا. احنا هنخش على حسان ده نقول له ان احنا معانا 2000 ريال وعايزين نبيعها. نعرف السعر كام، وبعد كده نشوف بقى لو هشيل ال10 على بعضهم هيدفع كام. لا مش هنعمل كده. امال هنعمل ايه يا حاج؟ اقول لك يا محمد، صل على النبي. احنا معانا 10000 ريال وان شاء الله هيبقى في زيهم تاني وتاني. ربنا يزيد ويبارك. الله يبارك فيك يا حاج. 2 شاورما واحد بيض بالبسطرمه 60 قرش ان شاء الله يا حاج. عايزين 4 شاورما يا معلم. خدت ولا عايز؟ عايز يا معلم. كل الاول وبعدين تعالى حاسب. لا يا معلم احنا كده مش هنعرف نتكلم يا حاج. لا يا عم هنعرف نتكلم. كنت بتقول لي انت معاكوا 10 وفي زيهم. احنا سالنا وطقصنا وعرفنا اللي انت بتبيع بيه على سعر، عشان كده انا واخويا واحد شاورما واحد بالبسطرمه 35. ما كتبناش خبر وجينا لك على طول. بره مش هتعرف تجيب اكتر من 6000 ريال. انا هديك 7 وانت بتقول لي ان في زيهم، هديك 7.5 يا عم. ايوه بس احنا هجلنا من بره 10 يا حاج. يبقى روح غير من بره يا عمي. ولو جبت 10 سعر في الريال ها انا مش هشتغل الشغلانه دي تاني. لا انت معاك حق يا حاج، احنا جالنا 5 سعر بس. ايوه تعالى دغري معايا عشان نعرف نشتغل مع بعض ونرزق سوا يا عمي. وانا هاجي معاك دغري. انا هاخد منك 8 سعر من 7.5، بس على شرط كل اول شهر هجيب لك 10000 ريال ويمكن اكتر كمان. ماشي، بس لو ما جبتش بقى الفلوس بعد شهر يبقى تيجي تديني التعريفه الفرق يا عمي. اتفقنا. موافق، بس حاول انك تخليها قبل شهر. يعني ما يقدر على القدره اللي ربنا يا حاج. انت بتجيب الفلوس دي منين؟ من السعوديه ان شاء الله. قاعد هنا ولا هناك؟ لا هناك. انا بقى هقول لك ازاي تجيب الفلوس دي قبل شهر. جري يا اولاد، احنا هنقعد ناكل طول الليل ولا ايه؟ الحمد لله. يا حاج احنا كنا 5 سندوتش. مش عارف بس كتير قوي. 23 كفته و10 شاورما انا عددهم. السلام عليكم. ورحمه وبركاته. خدت ولا عايز؟ كلنا وظبطنا وكله بقى 100 100. حلو قوي، لما تهضم فتعالى ادفع. الله يبارك لك يا حاج، والله ما ينفع. اوعى تحلف على دماغي من فوق لما تيجي كل يوم ان شاء الله. ما تحرمش يا حاج. عامه احمد ومحمد اخويا هيجوا لك وانا مسافر ان شاء الله. يقول لي في اي وقت ينوروا، وانت سافر وتجيلنا بالف سلامه. ما تحرمش يابا، وان شاء الله الكلام اللي انت قلته لي انا حفظته زي ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا حاج فتحي. اهلا وسهلا. اتفضل. اهلا وسهلا. زيد فضلك يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. والله ما كان في لازمه تتعب نفسك وتيجي لحد هنا يا حاج فتحي. يا سيدي الامانه اللي انتوا امنتوني عليها لا تقل اهميه عن الامانه اللي انا جابها لكم معايا من مصر. امانه؟ امانتي
جوابات الناس اللي استلموا الفلوس بيطمنون كل الفلوس وصلت وعلى دير المليم. الحمد لله رب العالمين على دير المليم. يا حاج فتح احنا مطمنين من ساعه ما اديناك الامانه، وبعدين الولاد في مصر كلمونا في التليفونات. يا استاذ وهدان امعانا في الايمان والثقه. افهم من كده انك جاي للمدرسه مخصوص عشان اتاكد من امانتك؟ الثقه والايمان بالله حاجه واحده لا خلاف يا استاذ وهدان. ربنا يكرمك ويبارك لك يا حاج فتحي. ويبارك فيك. انت عارف الواحد بتجيب القرش هنا بتضلين ويدخل في حسبة بيرما ما يبقاش عارف هيصرفه ولا يوفره، ونوفره هيوفره فين وازاي، وحسابات. لذلك انا قلت اريح ضميري واجي اطمنكم بنفسي. يا حاج فتحي دول مش مصدقين نفسهم، مش مصدقين الفلوس وصلت وبسرعتي كمان. لا ده ممكن توصل اسرع من كده كمان وكمان. لا 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 ما اظنش ان فيها اسرع من كده. بالتليفون يا استاذ وهدان، بالتليفون كمان، وقبل ما تدفع الفلوس انت عايز توصلها لمصر، وبعد ما تطمن الفلوس وصلت كمان، وبدفع براحتك. ياه للدرجه دي؟ الحقيقه يا استاذ وهدان انا لما وصلت الفلوس للجماعه في مصر وشفت احوالهم قلبي اتحرق، واليومين اللي انا قاعدهم في مصر بقيت مش مرتاح، ولا انا عارف انام ولا اكل ولا اعمل اي حاجه، لغايه ما ربنا الهمني الوسيله تيسر بيها احوال الناس في مصر. فعلا المصريين دول ولاد حلال، ان ربنا سبحانه وتعالى يسر لهم الحال وساقهم لراجل بركه زيك يا شيخ فتحي. الله يبارك فيك ويكرم اصلك. المهم يا استاذ وهدان انت لو حبيت تبعت فلوس لمصر او اي حد من زمايلك او اي حد من معارفك انا تحت امرك، كل اللي عليك ان انت تكلمني في التليفون وتقول لي المبلغ كام وعايز تبعته لمين وفين، وان شاء الله هيوصل. وامانه عليك ما تحرمنا من الحسنه دي لا ليا ولا لي. اتفضل يا دكتور. تاخدنا على فين يا حاج؟ الكبسوله دي ما يدخلهاش غير الناس الغاليين وبس. ايوه بس يا سيدي معلش. انت شرفتها وباركتها، هتكبر والله وتبقى اوسع من كده. الله يبارك فيك يا حاج، ربنا يكرمك. بس على ايه ده كله يعني؟ اروح اجيب لك في عمارتك شقه حلوه كده واسعه اعمل بيها ايه؟ انا اهم حاجه عندي في الدنيا دي كلها الستر والتليفون. احنا تجار فلوس، واهم حاجه في التجاره دي ان العين ما تبقاش عليك. لا اله الا الله. بس اسمح لي يا حاج اختلف معاك في الحكايه دي. اختلف زي ما انت عايز، انا كده وهفضل كده. بص انا ممكن اسكن اهلي وناسي في قصر كبير، لكن لما احب اشتغل برضه في الكبسوله. يا سلام يا حاج، ربنا يبارك لك في الكبسوله ويجعلها قصر في عينيك وفي عينينا. انا عامل بقى شويه تليفونات عشان اجمع لك المبلغ اللي انت عايزه. قول لي انت عندك تليفون في البيت؟ الحمد لله عندي 4 في كل بيت واحد. شكلك متجوز 4 دكتور. يا ريت يسمع من بقك ربنا. يا سلام يا حاج على جمالك ان شاء الله. بس هو انا عندي 1 في بيت الحاج والحاجه، واتنين عندي، 1 عند اخويا. كل البقالين والمحلات اللي احنا بننزل لهم منتجاتنا يا حاج بيلموا لي عمله على قد ما يقدروا. بس بلاش بقى تعمل معاهم كده كلهم عشان ده خطر عليك. ايوه يا حاج انا عارف، عشان كده ما بعملش الا مع الناس اللي انا اثق فيها كويس قوي وبقول لهم يعملوا ايه. بس ايه الفايده؟ انت عارف في الاخر ده كله هيعمل معاك ايه؟ شويه ملاليم. يا حاج حسان. حاج امجد اتفضل. اهلا اهلا. ما توسعها علينا بقى يا حاج شويه. توسعها علينا جميعا. لسه بقول له. يا اهلا الدكتور احمد من خيرة الناس. اهلا اهلا يا دكتور. الحاج امجد من اعز الناس على قلبي والله. يا اهلا وسهلا. انت الاحسن يا حاج. الله يكرمك. اتفضل. احنا اولادك وتلامذتك. الله يكرمك. اهلا اهلا. اتفضل. ها ايه الاخبار؟ في 150,000 اخضر. هما فين؟ بره في العربيه. وهنا في 100، يبقى كده معانا 250. دول بتوعنا دول يا حاج اخدهم. لا انت تاخد 200 بس، والخمسين يستنوا هنا ندور بيهم شغلانة. بس هيفرق قرشين مش قرش. كتير قوي يا حاج امجد قرش. لو معاك مليون دلوقتي اخده منك بنفس السعر اللي ببيع لك بيه. والله بيقول كده يا حاج عشان عارف اني ما معيش. تصدق صح. الشغلانة دي كده، اللي معاه قرش صياد، واللي معهوش سمكة. لا إله إلا الله. طب اعمل يا حاج أمجد حساب اليوم اللي ممكن تبقى فيه سلف. أنا أول ما الحاج قال لي إن الاجتماع مش في الصندرة قلت بس كده في حاجة مش طبيعية. وحياتك كان عايز يعمله في الصندرة. وأنا أقول له يا حاج أحب على إيدك، أحب على إيدك، بلاش الصندرة. ودي إحنا جينا لك لغاية عندك عشان تبقى براحتك على الآخر. أنا أول مرة أشوف الحاج حسان بره المحل بتاعه. وحياتك عندي ما بخرج من المحل غير الشديد القوي. اهو الشديد القوي ده اللي احنا عايزين نعرفه. انتوا بامر الله اتفتحت لكم اكبر بوابه مع اكبر تاجر عمله في مصر. اكبر تاجر عمله في مصر؟ يبقى زكي علي راجب.
بالظبط كده. وده انت تعرفه منين يا معلم؟ سمعت عنه من السعوديه يا احمد. ده امبراطوريه كبيره قوي، راجل ملوش حل. ما عشان كده بيقول لك اتفتحت لنا بوابه كبيره. تمام، ندخل في الموضوع يا حاج. زكي هيبقى عايز $1,000,000 كل اسبوع. $1,000,000؟ ليه؟ هيعمل بيهم ايه؟ مش مهم يعمل بيهم ايه، المهم ان حصته توصل له في الميعاد. تاخدنيش انا حاج حسان، زكي علي راجب بجلالة قدره هيحترف $1,000,000 في الاسبوع. المبلغ اللي مطلوب منه اكتر من كده بكتير، المهم ان $1,000,000 دول حصتنا احنا بس. طب افرض يا حاج يعني لا مؤاخذه يعني جمعناهم وما اخدهمش. الدولارات عمرها ما تخسر. وبعدين هو اتفق معايا على كده، هياخدهم سواء كان عايزهم او مش عايزهم، والراجل ده كلمته واحده. يبقى كده ما قدمناش غير اننا نفكر ازاي هنجيب $1,000,000 كل اسبوع. اصحى للكلام يا حاج احمد، احنا بدل ما نلم $1,000,000 نلم $2,000,000. لا وهنعمل ايه بالمليون التاني؟ بس نبيعه لاصحاب الحصص التانية. هو مش طالب مننا $1,000,000، ومن غيرنا $1,000,000. اللي يعجز فيهم نبيع له احنا، ونبيع له بالسعر العالي كمان لما الدولار سعره يضرب في السماء، ساعتها يبقى كسبنا منه ومنه. الله ينور عليك يا حاج. الكلام سهل يا دكتور، المهم الفعل. وانت عشان تمشي الكلام ده في السوق يلزمك تشتغل 24 ساعه في ال 24 ساعه. حط في بطنك بطيخه صيفي، هشتغل 24 ساعه في ال 24 ساعه. ليك عليا ما نامش كل ليله غير تحت المخده $350,000. السلام عليكم. عليكم السلام. امال الحاج حسان فين لو سمحت؟ العافيه شويه النهارده، امر تحت امر، انا ابن اختي. لا الف سلام عليه. الله يسلمك، عايز ولا معاك؟ معايا، بس هو الحاج حسان هو اللي كان عايز. موجود كام؟ 100. هي فين؟ معايا في العربيه. ابعت حد معاك ولا تجيبهم انت؟ لا لا انا هجيبهم انا. عقبال ما اجهز لك المصري تكون جبتهم. ماشي. السجاير دي من فضلك. استاذ بقى يا استاذ، بقى يا استاذ. والفلوس، الفلوس فين؟ في العربية. والعربية فين؟ جنب المحل، ما انا خفت هاوب ناحيتها. انت متأكد ان محدش قطرك وانت جاي هنا؟ ايوه يا حاج متأكد. دول اكيد بتوع الاموال العامة، واكيد قبضوا على الحاج حسان. طب العمل يا حاج هنعمل ايه؟ العمل اتصل بحبش جوز اختك، خليه ياخد المفتاح ويجيب العربية. اوعى تقول له على حاجه لا يتروش ويلف حوالين نفسه وكانه بيقول لهم امسكوني، ما انت عارفه. ماشي يا حاج. واتصل بمحلات اللبن والبقاله خليهم ياخدوا بالهم. ايوه لازم يوقفوا الشغل خالص. لا يوقفوا الشغل، لا ياخدوا بالهم. انت عايز تخرب بيتنا. طيب انا هشوف احمد فين عشان ابلغه. بلغه، ما هو ما عادش فاضغ للجواز، هتلاقيه عند الجديده. ما تحرك تتصل بيه. حاضر هكلمه وعدي عليه. حاضر. يا خرب بيتك يا فتحي، يا خرب بيتك. واد يا محمد انت بتدخن ولا ايه؟ لا يا حاج انا ما بدخنش ولا حاجه. امال ايه اللي جنبك دي؟ دي علبه سجاير يا حاج اشتريتها من محل ما لقيتش حاجه اشتريها. اوعى يا محمد كل بتدخن، التدخين حرام. ماشي هنستناك. سلام. جاي على طول ولا هيقطعنا لغايه ما الست هانم تفرج عنه؟ جاي يا حاج، جاي على طول. وقال لي اكلم حبش يبعت لنا كام واحد كده في اي مكان نروحه عشان يشوف لنا الجو، سواء بنبيع او بنشتري عمله. المهم ما يبقاش حد غريب، لا يبيعنا ياض ويبلغ عننا اموال عامه. والله يا حاج انا قلقان قوي، ما تيجي نوقف الشغل شويه يا حاج؟ الاحسن نروح كلنا في 60 داهيه. ما تخافش يا محمد ما تخافش، انا هعس كده واعرف الدنيا فيها ايه. هتعس ازاي يعني؟ انا اعرف واحد في المباحث، هروح له بصنعه لطافه كده اعرف ايه اللي بيجرى، مين اللي بيفتش ورانا. ايوه ونعرف منه الحاج حسان جرى له حاجه ولا لا. طبعا، بس ربنا انت على الدكتور بالسلامه. اتصل بيه اتصل بيه اتصل بيه. ايه يا محمد قاعد لوحدك كده ليه؟ مستنيكي. مستنيني؟ ده انا اللي قاعده جوه مستنياك. والله؟ والله. وبعدين مش معقول تبقى طول النهار بره البيت وتيجي تقعد لوحدك وتسيبني قاعده لوحدي. معلش يا نعمه غصب عني، عندي مشاكل كتيره قوي في الشغل. لا احنا نتفق من دلوقتي قبل ما تدخل من باب البيت ترمي المشاكل دي بره خالص. خلاص بقى يا نعمه مش ناقص قرف انا.
مش عايز حاجه تضايقني اكتر ما انا متضايق. في ايه بس يا محمد؟ مالك هبيت فيا كده ليه؟ مالك يا محمد؟ فيك ايه؟ احكي لي. مش عايز احكي. لا بس انا عاوز اعرف، ما تقلقنيش عليك اكتر من كده. كان هيتقبض عليا يا نعمه. يا نهار اسود، ليه عملت ايه؟ ما عملتش حاجه والله، انا كل الموضوع ان انا كنت بغير عمله، مباحث الاموال العامه جري ورايا وكانوا هيقفشوني، بس الحمد لله ربنا ستر زوخت منهم. لا والنبي بلاش منها موضوع العمله ده، احنا الحمد لله مصطرين وزي الفل، مش ناقصنا اي حاجه. هي فرحتي يبقى معايا مال الدنيا كله وجوزي مرمي في السجن؟ ما بلاش بقى السيره اللي بتلبش الجته دي. الله، انا مش عارفه اتلم على اعصابي من ساعتها. يبقى خلاص تحلف لي من دلوقتي على المصحف انك مش هتقرب من الشغلانه دي تاني. والله العظيم انا لو عليا بعد اللي حصل ده مش عايز اشتغلها تاني، بس ما اقدرش احلف لك ولا اوعدك بحاجه، لازم اتشاور مع اخواتي الاول. طيب قبل بقى ما اخونا ان شاء الله يجي الدنيا لقينا كلنا بربطه المعلم كده في السجن، انا في حاجه عايز اقول لكم عليها. انا عايز ابطل الشغل في العمله خالص. نعم يا حبيب ابوك، انت بتقول يا محمد اللي انت سمعته يا حاج؟ انا من ساعه اللي حصل انا مش عارف انام يا اخي. بصراحه بقى محمد عنده حق. قصر حقك منك ليه؟ تجاره ومصلحه بتدخل لنا ملايين، نبطلها ازاي؟ اقعد بس واهدى يا حاج لو سمحت. قاعد ازاي بتقول ايه؟ بالله عليك لا انت قاعد يا حاج لو سمحت، اقعد. احنا لا هنسيبها ولا هنتسجن ان شاء الله. الله، ودي تيجي ازاي بقى يا حاج احمد؟ انت عايز نقول كل حاجه كده في القعده؟ لا طبعا. هو في النهايه احنا لازم نقعد نفكر شويه مع تجار العمله. ازاي نلعبها مع بعض لعبه حلوه قوي ونجيب جون في مباحث الاموال العامه؟ اسمع بقى منك ليه، نجيب جون نطلع قاوت، تجاره العمله دي مش هنبطلها، واللي هيقول غير كده هديله بالجزمه. خلاص يا حاج، يبقى من غير جزمه كده انا بره اللعبه دي خالص. استنى بس راح على فين صفاض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلوا يا حجاج من جوه اتفضلوا. بعد اذن الاساتذه الشباكين اللي جنبي شغالين. اتفضل يا حاج. بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. منور يا حاج. اتفضل يا حاج. منور يا حاج. اتفضل يا حاج. اقعد يا حاج. اقعد يا حاج. منور يا حاج. اتنين شاي يا عم مرزوق بسرعه والنبي. لا خليها قهوه والنبي عشان نصحصح معاك. تامرني يا حاج. اتنين قهوه يا عم مرزوق من عنادي. اتنين حاضر. سحب ولا ايداع ان شاء الله؟ شكلها كده ايداع صح؟ صح. لو سمحت يا استاذ فاضل مرني، ممكن بعد اذنك اعمل ايداع؟ شباك ثلاثه حضرتك، الشباك هنا قفل خلاص. بقول لك ايه، هو رياض دي لسه ما رجعش من الاجازه؟ لا رجع وموجود في مكتبه. طب ما تقوم بينا يا احمد نشرب القهوه عنده في المكتب. هجيبها لكم يا حاج لحد جوه، بس يا ريت قبل ما تدخل المدير كان ليا طلب صغير. في 10,000 دولار كده بتوع جماعه حبايبي وكنت عايز اغيرها. يا سلام عليك. ليكن. هم معاك دلوقتي؟ هيكونوا عندك يا حاج قبل ما تشرب القهوه. يا عم الدار امان، هكتب لك شيك بالمبلغ دلوقتي ولما تجيبهم وبحطهم في حسابي، بس ما تنساش تجيب لي قصار. طب بالنسبه للسعر يا حاج؟ اعلى سعر في السوق وبما يرضي الله، ملناش بركه غيرك. بس ده عشان انت حبيبنا مش لاي حد. والله اهل كرم يا حاج، وكرم كرم كمان. الله يكرمك. احلى اتنين قهوه يا استاذ فضل. وديها مكتب المدير، واوعى القهوه تتدلدق منك احسن الوش يروح. حاضر من عنايه الاثنين. وادي الشيك بتاعك يا سيدي، خد اصرفه في الخيط. يلا يا احمد. يلا بينا حقيقه. اتفضل. يا بركه. بسم الله. بسم الله. بقول لك ايه؟ عمر حاج. يا الاستاذه دي اول مره اشوفها. مين دي؟ الاستاذه جميله، لسه جايه من فرع الجيزه ما بقالهاش يومين. جيزه. قلت لها يا احمد بطل لك ايه. يلا يا حقيقه. يلا يا حبيبي عايزين ننزل. يلا اتفضل يا حاج. اتفضل. عفوا يا حاج فتحي، ما البلد لازم تهمى عملتها، مش معقول يقعدوا يتفرجوا كده ويسيبوا الجنيه يتبهدل بالشكل ده. يا سبحان الله، ده كده بقى بيحموه بالدراع مش بالشغل. لو عايزين يحموه بصحيح يحموه بحاجه تانيه، يصنعوا ويصدروا، يزرعوا ويصدروا، كده الجنيه هيبقى ليه عازه، لان اللي هيستورد هيحتاج الجنيه. اما الوقت ايه؟ لا حول قوه الا بالله، اللي معاه جنيه عايز يغيره بالدولار او بالمارك. اسال احمد اخويا، ما تقول له احمد. عنده حق في كل كلمه قالها. الدولار دلوقتي بقى زي الذهب، طول ما هو عندك، طول ما انت مطمن يا رياض بيه، وطول ما انتوا شغالين زي النار. كله عاوزه برب الفلق. جرايه يا رياض بيه. امرني يا حاج. الامر لله يا سيدي. احنا بالصلاه على النبي كده عايزين نودع 4 مليون دولار. 4 مليون مره واحده؟ انت عمركم ما عملتوها. طول الوقت بتحبوا تناموا والدولار تحت مخدتكم مش في البنك. في الحقيقه بس لقينا المخده عاليه قوي. قلنا ننيمهم عندكم كام يوم بس لحسن يطوب ويقشطوهم. وراوين تناموهم كتير؟ والله على حسب يا رياض بيه، الحكايه لسه في اولها، محدش عارف رايحه لفين.
طيب هات الشنط دي عشان يعدوا الفلوس. لا الشنط دي ما تبعدش عن عينينا. بتقول له يا احمد. تعالوا معايا. اتفضل. يقول لك حد يعدي الفلوس. انا عايزك تفضلي نفسك خالص عشان تعدي الفلوس. حاضر يا فندم. فين الشنط يا حجاج؟ اهي الشنط اهي يا ريس. اتفضل. بس بالراحة عليها يا ابو حميد. عينيا يا حاج. وسمي كده خلي ربنا يطرح لنا فيهم البركة بإذن الله. إن شاء الله هتدعم معانا شوية رياض باشا. الزباين بتاعتنا هتيجي تودع بالمصري وهتاخد الدولار بالشيكات أو بالعكس. ومال مفيش مشكلة ربنا ما يجيب مشاكل. وعايزينك تفضل لنا مكتب برضه الحبشي جوز أختي هيجي يقعد معاك في البنك. تحت أمرك يا حاج. شوف حد يعد معاك عشان نخلص. زكي تعالى عد معاك. حاضر. طيب إيه رأيك بدل ما تعمل شيكات للدنيا كلها اعمل لحبشي توكيل بالتعامل على الحساب. اسحب ويودع ويشير ويحط. ده طبعا لو حبشي محل الثقات. طبعا طبعا يا سلام. ده حبشي ده هو الثقه نفسها. بس انا كان قلبي هيبقى مطمن اكتر لو محمد اخوك هو اللي قاعد في البنك. ما ينفعش يا حاج. محمد قلقان وهيفضل قلقان طول ما قاعد في البنك. ويلا من ايه؟ طول ما العمله معاه جوه البنك محدش يقدر يجي جنبه. لكن لو خرج بيها بره عتبه باب البنك يتمسك. القانون بيقول كده. يا سبحان الله. طب واحنا ايه يا حاج اللي يخلينا نتعامل في العمله بره البنك؟ احنا نتعامل جوه البنك تحت عين وحراسه القانون. ولا حد يقولك تلت التلاته كده. حلوه قوي 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 قوي. بص بقى يا رياض بيه. لا محمد ولا حبشه هيقعدوا في البنك. انا اللي هقعد في البس. ادخل. الصلي ده يا فندم. ده بتاعنا. بسم الله ما شاء الله. مظبوط مظبوط. وبمناسبة المعلومات بقى يا باشا ما ينفعش يبقى عندي شاشة زي دي في البيت. ينفع طبعا. بتقدم عليها في وكالة رويتر للأخبار وبتدفع اشتراك كل شهر حوالي 6000 جنيه تقريبا. 6000 جنيه في الشهر؟ اللهم صل على النبي. بس تركبها لي النهاردة. مش للدرجة دي يا حاج فتحي. دي لازم لها كام يوم عقبال ما تخلص إجراءاتها وتركبها. كام يوم ده إيه يا باشا؟ بص بقى يا رياض بيه. أنا أخويا راجل سخن لا يؤجل عمل اليوم إلى الغد. هو مش هينام إلا لما تركبوها له. طب وانت هتعملوا بيها ايه؟ يا باشا هي تركب وبعدين يحلها الف حلال. شاشه زي دي لو عندي في البيت هتبقى مصدر للمعلومات. اقدر اعرف اسعار السوق في مصر وبره مصر. ومين عارف يا رياض بيه يمكن شغلنا يعدي الحدود. ان شاء الله هيحصل يا احمد عسليه. ربنا يوسع عليكم. بس بعد اذنك يا حاجه ليه عندك شرط؟ يا باشا انت ما تشرطش. انت تؤمر امر. انا عايزك تستفيد وعايز البنك والدوله كمان يستفيدوا. يا فندم احنا تحت امر البنك وتحت امر الدوله. انت لو هتشتغل في 5 مليون دولار وتقعد تحط وتشيل فيهم كل نص ساعه او كل خمس دقايق يعني البنك هيشغل عندك خزنه مش هستفيد منك حاجه. مظبوط مظبوط. انا بقى عايزك تعمل وديعه بمليون او 2 مليون دولار لمده 6 شهور او 3 شهور وما تجيش جنبهم عشان انا كبنك اقدر اشغلهم واتعامل بيهم طول الفتره دي. مليون او 2 مليون دولار وانا انا هستفاد ايه؟ ما انت هتاخد الفايده بتاعتهم. فايده ايه يا باشا؟ الفايده دي ضحكه على الدقون. الفايده دي كلام فاضي. انت استفيد من حته تانية. انت هتشتغل في البنك كانه شركه الصرافه بتاعتك. انا بحلها لك وبسهلها لك عشان مصلحتك بس برضه يهمني مصلحه البنك والدوله وربنا يعلم اني ماليش اي مصلحه في الموضوع. يا رياض بيه لو سمحت اعتبرنا موافقين. موافقين ده ايه يا احمد؟ انت اتجننت؟ عايزنا نجمد مليون دولار او 2 مليون دولار 3 اشهر؟ طب ليه؟ عشان البنك يا حاجة أكيد عنده مشاريع عايز يمولها ولو البنك مولها أكيد هيزدهر ما بين أقرانه من البنوك. ده نمرة واحد. سيبك من ده كله. البي أمر عايز كده وانت قلت له أمر. خلاص بقى ننفذ يا حاج. اللي تشوفه حاج أحمد. موافقين بس أنا ليا شرط. تسيبنا شغل الفلوس دي شهرين تلاتة وبعد كده إن شاء الله أعمل لك الوديعة اللي انت عايزها. موافق؟ حاج فتحي ثواني يا حاج لو تحرمت. بقول لك يا حاج انا هروح اشوف موضوع الشاشه ده واجي على طول. الله يبارك لك. يا حاج ال 10000 دولار وصلوا وده ايصال الايداع. احمد توفيق اهلا بحضرتك تحت امرك. لا ما فيش بس كنت عايز اعمل اشتراك رويتر بعد اذنك. اشتراك ايه فندم مش فاهم. هو الاستاذ رياض ما اتصلش بحضرتك علشان موضوع الاشتراك بتاع. هو انت مش الاستاذه اميمه؟ لا يا فندم انا مش اميمه انا جميله. جميله ده اسم والله صف. لا اسمي يا فندم. سبحان الله اسم على مسمى فعلا. يا ريت كنت اميمه.
معلش يا فندم، انا أميمة واحد. لا واحد واحد ازاي يا استاذه؟ اوعي تقولي كده ارجوكي. لا طبعا اتنين منك ما ينفعش كتير الحقيقه. استاذ احمد بعد اذنك انا عندي شغل. معلش انا كنت فاكر ان انا بتكلم في شغل معاك. سامحيني. يا استاذ عملت لنا ايه في الشاشه؟ لا يا حاج دي ما طلعتش الاستاذه اميمه، دي طلعت الاستاذه جميله. مش اميمه؟ امال قاعد تتكلم معاها في ايه من ساعتها؟ قوم يا احمد انجز خلينا نخلص. يلا يا احمد. اتفضل اتفضل اتفضل. ايه عليك وعلى الكلام. سبحان الله. مؤاخذه يا احمد. تحب الرغي قوي انت. بس هو الاجراء المصري اهو. اودعت كام؟ ماشي. 10,000 مرة. اتفضل يا فندم. اشكرك. تمام. حضرتك عارف شباك نمرة واحد ده؟ هناك الأستاذ فضل، هتديله الورقة دي هيصرف لك 10,000 جنيه. بس دي ورقة مش شيك. أيوه أنا عارف إنها مش شيك، بس أنا بنظري كده هتابعك. اتفضل وهنشوف. شكراً. اتفضل. دول بيشتغلوا في أكتر من 20 مليون جنيه كل يوم، فرق العملة فيهم يعدي 2 مليون أو أكتر. كل يوم بيكسبوا 2 مليون جنيه؟ ده من العملة بس، ما بالك بقى من أشغالهم التانية. قوليلي هو المدير مشاركهم؟ وهو حتى لو مشاركهم إحنا هنعرف، بس أكيد الواد فضل بيشتغل معاهم، لأنهم كل يوم بيقعدوه بعد الساعة 5 عشان يقفل لهم حسابات اليوم. طبيب اسأليه كده لو محتاج مساعدة ولا حاجة. لا أنا ماليش دعوة، ابقي اسأليه انتي. جميلة؟ والله كويس انك لسه فاكر اسمي، ويا ريت تبقى فاكر كمان ان جميلة دي لسه مراتك مش كلبة رميها في البيت. بس 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 في ايه؟ صوتك عالي ليه؟ استني يا هالة عايزة. طب هالة ايه وزفت ايه؟ كلمني انا زي ما بكلمك، بقالك اكتر من 6 شهور ما عبرتنيش. انت ايه يا اخي مش بني ادم؟ خلاص قلتلك ما تعلي صوتك، اتفضلي ارتاحي. اعمل ايه يعني؟ انا مش فاضي حتى عشان اهرش. يعني ما بتاكلش، ما بتنامش، ما بتدخلش الحمام؟ انت ايه يا اخي جبله؟ مش هين عليك حتى ترفع سماعه التليفون وتسال على الحماره اللي متجوزها ورميها في البيت؟ والله ما فاضي، والله العظيم ما فاضي، مش فاضي حتى ابص ورايا. سامحيني معلش، ان انا عايز اليوم يبقى 48 ساعه. بقول لك ايه يا احمد، طلقني واكتب لي شيك بالمؤخر بتاعي 250,000 جنيه. أنا ما بطلقش وما بكتبش شيكات، وارفعي عليا قضية. لا أنا ما برفعش قواضي، أنا بس هجرسك. وطبعا الناس اللي نفسهم يجيبوا دغك كتير قوي، والصحافة طبعا ما هتصدق تكتب عن الحاج التقي الملياردير اللي هاجر مراته. يا مجنونة يا مجنونة، عايزانا نخسر بعض في لحظة غضب ليه؟ احنا لسه هنخسر بعض يا أحمد. كم مرة اتصلت بيك وما ردتش عليا؟ كم مرة بعتلك وما سألتش فيا؟ عايزني على ذمتك ليه؟ عايز تذلني؟ ولا عايزني حرمة تتوى فيها لما نسوانك يرموك؟ طلقني يا أحمد، طلقني دلوقتي حالا. حاضر، طلقك. والشيك قبل الطلاق. تمام، عايزة حاجة تاني؟ لا مش عايزة، بس هتيجي معايا دلوقتي عشان تاخد حاجتك بدل ما ارميهم لك في الشارع. خلاص عيبها؟ وعشان ابقى خلصت ضميري منك لازم اقولك ان البنوك كلها قايمة عليك وبينخربوا وراك. نخربوا ازاي؟ لا ازاي دي بقى فيها شيك كمان ب250,000 جنيه، رغم ان اللي هقوله لك يسوى اكتر من كده بكتير، وانت عارفني مش بتاعه فلوس. طبعا طبعا طبعا. تمام حاضر اتفقنا. اتفضلي اشربي ليمون. ها ليمون كويس؟ ليمون. بس انا مش شايف حاجه تخوف في الكلام اللي انت بتقوله ده. ازاي بقى يا حاج فتحي مفيش حاجه تخوف؟ معنى كده ان هما لما زودوا سعر الفايده في البنوك بيقولوا للناس تعالوا حطوا عندنا، ما تحطوش عند الناس دي. هي البنوك يوم ما هتتمعظم قوي هتدي فوائد كام؟ هتدي كام اكتر من 9%؟ هتوصل ل 12 13%؟ حتى لو وصلت ل 15% عمرهم ما هيوصلوا ل 25 ولا 30 زي ما احنا بندي. ده غير بقى ان البنوك اللي بتدي فوائد ثابته ده يعتبر ايه؟ يعتبر ربا وحرام. لكن احنا والحمد لله كل ارباحنا حلال في حلال. عشان كده ما تخافش يا احمد يا ابني. يابا انا خايف من حاجه تانيه خالص. معنى كده ان هم شافونا حطونا في دماغهم
ابتدوا يدقوا طبول الحرب. لا لازم اخاف وانتوا تخافوا كمان. يا دكتور احمد احنا نص فلوسنا بره مصر، يعني احنا في الامان. الله، والناس بتاكل من لحمتنا وبيشتروا ذهبنا، وان شاء الله هيركبوا مواصلاتنا وهيودوا عيالهم الحضانات بتاعتنا، يعني احنا مسنودين بالناس. ما تخافش، محدش يقدر يهوب لنا. والحمد لله يا جماعه، كل العقود اللي احنا ماضيينها مع المودعين مظبوطه، دي صالحنا مش ضدنا، وماضيين بخط ايديهم ان احنا ممكن نرجع لهم الارباح كامله او ناقصه، برضه ماضيين ان احنا ممكن نرجع لهم الفلوس او ما نرجعهاش خالص او يخسروا فيها. كل ده ماضيين عليه. المشكله مش كده بقى، المشكله عند الدكتور احمد. القضيه يا دكتور احمد هي اللي قلقاك وموترك بالشكل ده. لا والله ابدا، انا خايف من غدرهم، دول يغدروا بيك في اي وقت، يضربوك تحت الحزام فوق الحزام وما تعرفش الضربه هتجيلك منين. يا ابني بقول لك ما تخافش، جمد قلبك، وبعدين اي حته يضربونا فيها هنلاقي حد من معارفنا ساعتها ينبه. لا يا حاج، لولا ان جميله قالت لي على موضوع الفايده بتاع البنوك ده انا ما كنتش عرفت من اي حته، والله عالم ايه اللي بيحصل وما نعرفوش. لو احساسك صح يا احمد وانا بصدق في احساسك، يبقى انا عندي الحل اللي هيريحك ويحط في بطنك بطيخه صيفي. ريت الحقني بيه يا حاج. نفتح بنك. نعم يا اخويا، نفتح ايه بنك؟ قال واحد في اللي قاعدين دول كلهم بنك لوحده، فيها ايه يعني؟ احنا هنغلب؟ لا طبعا مش هنغلب يا حاج، يسلم فمك، من بكره ابدا في الاجراءات. الله، ازاي؟ وقضيه العمله اللي معموله لنا قبل كده مش هيرضوا يدونا الترخيص؟ وما يدوناش ليه يا حبشه يا جزور؟ القضيه وطلعنا منها شخص غير الحمد لله، وتجاره العمله بطلوها لنا وقفلوها لنا بالضبه والمفتاح. البورصه محدش يقدر يتكلم فيها، يعني احنا زي الفل فل الفل. وبعدين ده احنا مدينين الحكومه، ده وزاره الزراعه لوحدها لينا عندها 50 مليون دولار. الا بالحق، هي الفلوس دي مش هترجع تاني ولا ايه؟ هترجع ان شاء الله هترجع. نجيب بيه عامل لنا قاعده مع وزير الزراعه، بس هندي نسبه يعني في بنك التسليف. مش هترجع يا حاج، مش هترجع، يا الحكومه لا تاكل يا حاج، وزادوا لنا الفلوس ده هيدوها لنا جنيه في جنيه بالتصيط وموت يا حمار. لا يا دكتور احمد هترجع، اللي عند الحكومه ما بيروحش. وبعدين احنا خلاص كل شحنات الذره والفول اللي جايه لنا هنوردها للتجار على طول، ومش هياخدوا منها حاجه. تحت اي ظرف من الظروف لازم كل الورق المهم اللي في الشركات يتلم، محدش يعرف ايه اللي ممكن يحصل. ومال، مفيش مشكله في الكلام ده بتقوله ده، المهم تخلص لنا موضوع الجوازه بتاعتك دي عشان نقفل القضيه بالضبط المفتاح. وإذا غلب حمارك خالص ومش لاقي عروسة يا أحمد، عروستك عندي. لا لا اطمن، في حاجة حلوة قوي، بس يعني عايزة إيه تكاية كده. طب ما تتك التكاية حجة.